اللهم يا رب أسألك استجابة الدعاء في خير أيامك يوم الجمعة. اللهم أنت تعلم ما يفرحني وتعلم ما يشغل تفكيري وما يضيق صدري لأجله. يا رب وكلتك أموري فأصلح لي شأني كله. اللهم فرج هم المهمومين واشرح صدورهم وأنزل الراحة والسكينة في قلوبهم. أسأل الله تعالى أن يزيل عنا هموم الدنيا وينير لنا درب السعادة وأن يجيرنا من الشر والحسد وأن يقضي حوائجنا جميعا ويديم علينا الصحة والعافية. اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب أسألك استجابة الدعاء في خير أيامك يوم الجمعة. اللهم أنت تعلم ما يفرحني وتعلم ما يشغل تفكيري وما يضيق صدري لأجله. يا رب وكلتك أموري فأصلح لي شأني كله. اللهم فرج هم المهمومين واشرح صدورهم وأنزل الراحة والسكينة في قلوبهم. أسأل الله تعالى أن يزيل عنا هموم الدنيا وينير لنا درب السعادة وأن يجيرنا من الشر والحسد وأن يقضي حوائجنا جميعا ويديم علينا الصحة والعافية. اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.